بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس اليوم هو صفحة سبعة من كتاب النجاح في الرياضيات خامس ابتدائي قياس محيط الدائرة ومساحة القوس نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول نقرأ التمرين أحسب قياسي محيط ومساحة الشكل التالي قياسي محيط مساحة الشكل التالي نبدأ بقياس محيط الشكل شنو هو محيط الشكل محيط الشكل هو الحدود اللي ديرين خارجية هاد النصف دائرة مع نصف دائرة مع نصف دائرة مع نصف دائرة مزيان لاحظوا هاد نصف دائرة اللي لقيتها مع هاد نصف دائرة بتعطيني دائرة ونصف دائرة أخرى مع هادي بتعطيني دائرة يعني بحال قلتي يعني جوج دوائر من حيث المحيط وبالتالي كيفاش غادي نقيس هاد المحيط قلنا القاعدة أنا تنكتب نمشيو الان مساحة الشكل مزيان مساحة الشكل الشكل اش فيه فيه نصف دائرة في نصف دائرة في نصف دائرة في نصف دائرة زائدا نص المربع مزيان ان نفترضو اس هي الكبيرة نتاع الشكل كامل هاد جوج في جوج في ثلاثة فاصلة ربعتاش في جوج يعني قلنا هنا نعاودو ربما الصوت مشى هاد المساحة نتاع هاد الشكل كله هي اش هي المساحة نتاع هاد نفترضو هادي نصف دائرة وهذه نصف دائرة إلا لقيناهم دائرة وحدة وهادي مع هادي التاهية لقيناهم بطاطينا دائرة وحدة و راه كلشي قد قد لأن عندهم ربعة فاش في الديامتر اللي هو القطر إلا درنا مساحة الدوائر عندي دائرة دائرة التانية هي جوج دوائر زائد هاد المربع مزيان قلنا هي اس واحد زائد اس جوج اس واحد هي نتاع تاد الدوائر نديرو وحدة ونضربوها في جوج لأنهم مش دوائر شعاع في شعاع تلاتة فاصلة ربعطاش وداكشي اللي لقيت نضربو في جوج اللي هي تاع الدوائر مساحة الدوائر الشعاع في شعاع هي جوج في جوج في تلاتة فاصلة ربعطاش في جوج لأن شناهي جوج هما جوج دوائر وهادي دائرة وحدة كل المساحة ديالها شحال غادي نلقاو في هاد العملية هي خمسة وعشرين فاصلة طناش متر مربع علاش المتر لأن عندي هنا ربعة متر وبالتالي هنا متر مربع هذا المساحة الأولى أن المساحة الثانية نتاع تاش المساحة الثانية نتاع هاد المربع أشنا المساحة بصفة عامة نتاع المربع هي الضلع في الضلع وشنو هو الضلع نفترضو هو كوتي في كوتي كوتي واحد في كوتي جوج هما راهم متساويين الضلع هو ربعة في ربعة تساوي ستاش متر مربع ياك وبالتالي هنا اس كاملة هي خمسة وعشرين فاصلة اتناش زائد ستاش فش نجمعو خمسة وعشرين فاصلة اتناش نزيدو عليها ستاش هي با تعطيني واحد ربعين اش فاصلة اتناش متر مربع اش يكون هي مساحة نتاع شكل وبالتالي نكون قد نهينا التمرين الاول نزول التمرين الثاني ولاحظوا الشكل التالي علما ان قياس محيط المستطيل هو 36 متر احسب قياس مساحه الجزء الملون محيط المستطيل شنو هو محيط المستطيل نفترضوا هو بي دائما بيريمتر هو الطول نفترضوا هو الطول زائد العرض على العرض العرض ترمز له بالف رياضيات تنضربوه في جوج علاش لان كاين عندي الطول جوج خطات والعرض جوج خطات يعني الطول زائد العرض نضربوه في جوج نضربها في اثنان اشنو هو هذا الطول الى لاحظتوا هو القطر القطر تاع الدائره زائد القطر تاع الدائره اخرى يعني هما اصلا قد قد فهمنا فهمنا شنو هو هذا القطر اشنو هو هذا الطول هو القطر زائد القطر يعني جوج جوج الاقطار واصلا هما قد قد حنا كون ما كانوا قد قد ما يديروش لنا ما ما ياخذوش لينا هاد المساحة من راس حتى الراس يعني بالتالي هاد الدوائر كلها هما قد قد فهمنا يعني هنا جوج نتاع القطر نفترضو هذا هو القطر نفترضو مثلا واحد الدي شحال فيه مخطرة واحد جاي جوج جاي ولون هاهم هذا هو الطول و العرض فيه قطر واحد الدائرة تتكون قدنا قدنا زائد واحد الدي خرى و داكشي لي لقيناه بغينا نضربو فاش في جوج مزيان شحال من قطر قلنا جوج القطر زائد مرة هي ثلاثة دي داكشي اللي في جوج مزيان هي جوج في ثلاثة هي ستة دي تتعطينا المحيط المحيط شحال لنا هنا ستة وثلاثين هو ستة تتساوي ستة في القطر نتاع واحد الدوائر يعني شكون هو العدد اللي في ستة باش يعطينا ستة يعني دي تساوي ستة اش متر يعني لاحظوا هنا القطر وحسب قياس مساحة الجزء الملون حنا اش لقينا لقينا بعدا القطر هو اللي بيساعدنا يساعدنا باش نلقاو المساحة حنت المساحة اش فيها المساحة تساوي الشعاع في بي شعاع في الشعاع في. في مزيان الشعاع عنده علاقة بالدي دي القطر اللي هو باش نحصلوا على الشعاع القطر مقسومة على اثنان وبالتالي مساحة ناتج الجزء الملون عادي المساحة اش الجزء الملون باش نعرف مساحة الجزء الملون تنقل مساحة المستطيل كامل وتنقص منه اش مساحة الدوائر نحسبوا مساحة دائرة واحدة ونضربوها في جوج ونقصوها من مستطيل كامل وغادي نلقاو مساحة الجزء الملون كيفاش ها هي مساحة نفترضو إس كيف قلنا قبيل هي إش هي نتاع المستطيل تنقسمنا المساحة نتاع اش نتاع الدوائر نفترضو الدائرة هي سي أش يعطيني مساحة الجزء الغير ملون نديرو ليه بي هي بارتي تاع الجزء غير ملون دوكا نشوفو المساحة نتاع المستطيل نشوفو دروك مساحه المستطيل ياك مساحه المستطيل تساوي طول في العرض اللي هو ال في العرض اللي هو اشنو هو طول طول هو القطر في القطر زائد القطر ها هو قطر زائد قطر فاش في قطر ال اشنو هو ال الصغيره العرض هو قطر القطر اشنو هو القطر اللي لقيناه هو 6 زائد 6 في 6 اللي هو شحال 12 6 تساوي 72 اش لان الطول في العرض وهذه الوحده ديالتو المتر وهذا المتر يعني متر مربع هذا مساحه المستطيل ريكتانغولير هنا بغينا نقولو مساحة اش قلنا لو سيركل غير وحدة اش هي مساحة لو سيركل هي الشعاع في الشعاع في تلاتة فاصلة ربعطاش هادي نتاع توحدة سيركل ان هذه السيركل كاملة يعني الاولى و التانية مزيان عندي هنا الشعاع اللي هو القطر على جوج يعني تلاتة في تلاتة في تلاتة فاصلة ربعطاش يعني تسعة في ثلاثة فاصلة يعني هاد المساحة كل شيء هي أش مساحة تحت واحد الدائرة ونضربها في جوج شحال قلنا في الدائرة تسعود في ثلاثة فاصلة ونضربوها في جوج هي شحال تسعود في جوج هي في ثلاثة صافي شحال نلقاو اذا ضربنا 18 في 3 في 7 هذا نلقاو 56 فاش 0.52 متر مربع وبالتالي هنا مساحه المستطيل اللي لقينا مساحه المستطيل ناقص مساحه القرد او قرصه او لا مساحه الدائرتين مساحة المصري ناقص مساحة الدائرة تعطينا مساحة الجزء الملون تساوي شحال هي اثنين وسبعين ناقص ستة وخمسين فاصلة اثنين وخمسين اللي هو هنا غنلقاو خمسطاش فاصلة ثمانية وأربعين متر مربع وهذا هو مساحة الجزء غير الملون لا الملون نمر إلى التمرين التالي حسب محمد قياس كل من محيط ومساحة الشكل التالي هذا هو الشكل لاحظوا أش فيه فيه واحد نصف دائرة وفي نصف دائرة أخرى وفي واحد المثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقي عند عنده نفس العبار قائم الزاوية نشوفوا قياس المحيط اللي دار محمد أش دار بي نتاع هذا الشكل اشنو هو المحيط في المعنى ديالو هو ما يحيط باي شكل ندوز من هنا بحال شي حيط السياج هاكا دار دي في بي اشنو هو دي قلنا دائما المحيط هو آه قطر في بي اشنو هو القطر هنا هو دي نتاع الدائره هنا عندي جوج دوائر يعني دي في بي ها واحد ديج زائد جوج بحال قلنا المحيط نتاع الدائره ونزيدو على 6 زائد هو دار خمسة خمسة ستة حنا تنقبتو غير الخارجي هو زاد خمسة بخمسة وبالتالي فهو خا خطأ هنايا بلا خاصو يزيد عليها غير ستة يعني دي في بي زائد ستة بالتالي دي دي هاد العملية هادي خطأ نمشيو دوكا ملي تكون هاد السطر الأول خطأ تيكون أوتوماتيك داكشي تابعو خطأ قياس المساحة هي شنو هي المساحة تاع هاد هي مساحة تاع الدائرة زائد مساحة نتاع المثلث ما هي مساحة الدائرة هي الشعاع في الشعاع فاش في بي هنا نشوف واش دار مساحة هي خمسة في خمسة واقبة القطر حنا تنبغيو الشعاع يعني خمسة في خمسة ماشي خمسة خاصو ياخد جوج ونص. اللي هو النص نتاع 5 حنا ماشي القطر كامل الشعاع في شعاع يعني في جوج فصيدة. خمسة في بي اش خاصو يزيد عليها زائد المساحه حنا قلنا المساحه نتاع هاد الجوج زائد المساحه نتاع اشنا المساحه نتاع هاد المثلث المساحه نتاع هاد المثلث دائما نديرو القاعده في الارتفاع مقسوم على اثنان فعلا القاعده هي 6 في الارتفاع 4 مقسومة على اثنان يعني فين خطا محمد خطا ملي دار في القطر في المساحه وهنا تنديرو الشعاع وهنا فين خطا قلنا زاد خمسة الداخلين حنا المحيط تنقبتو المسائل الخارجية ما يحيط بالشكل السؤال هل أخطأ محمد أضع العلامة في في خانة الجواب الصحيح كروا نعم أخطأ إذا كان الجواب بنعم أساعد على إيجاد الجواب الصحيح كيفما قلنا غادي نبدلو هاد الأعداد بما بم يناسب ومن بعد نخرجو العملية قلنا بان بي خاصو يدير في بي زائد ستة مزيان اش تساوي بي في دي دي راه قلنا هي خمسة في بي تلاتة فاصلة ربعتاش بتنزيد عليها اش هاد ستة سنتيم شحال غادي نلقاو نضربو خمسة في تلاتة فاصلة ربعتاش غادي نلقاو خمسطاش فاصلة سبعة ونزيدو عليها ستة يعني غادي نلقى واحد وعشرون فاصلة سبعة سنتيمتر هذا هو المحيط صحيح ندوزو المساحة نتاع الشكل هذا محيط الشكل مساحة الشكل اس تتساوي قلنا جوج فاصلة خمسة في جوج فاصلة خمسة ياك إش في بي عليها اش ربعة في ستة مقسومة على اثنان اش تساوي فاش فاصلة خمسة في جوج فاصلة خمسة في غادي نلقاو هاد الطرف الاول هو تسعتاش فاصلة ستمية وخمسة زائد ربعة في ستة هي ربعة وعشرين على جوج زائد اتناش اش ربعة في <applause> ستة يعني متر سنتيمتر كاع الوحدات بالسنتيمتر هي الخارج شحال با تعطيني غي تعطيني إلا جمعت تناش مع تسعطاش يعني واحد و تلاتين فاصلة ستمية و خمسة و عشرين سنتيمتر مربع هنا مربع, مربع. تاع سنتيمتر مربع و بالتالي المساحة هي واحد و تلاتين فاصلة ستمية و خمسة و عشرين ماشي تسعين فاصلة خمسة

هذا الملون نقولوا ليه كولوري اللي هو مستطيل نحسبوا مساحه المستطيل نحسبوها ا اه ونقسموا مساحه الدوائر سي مثلا فهمت ولا دو اشنا هي هذه مساحه المستطيل اللي هي الطول في العرض اللي هي 12 نحسبها بوحده 12 في شحال في 8 سنتيم نشوف واش حابة تعطيني وهذه المساحة الثانية نتاع تاعش نتاع انصاف الدوائر واش هي مساحة هذه الدائرة هي شعاع 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 في, في, في 3.14 ياك 14 12, 8 10 80 هي 96 هنا اش سنتيمتر مربع مزيان شعاع شعاع في, في 3.14 اللي هي الشعاع شحال عندنا انا عندي القطر 8 دونك شعاع 8 مقسوم على 2 اللي هي 4 اللي 4 في 4 في 3.14 شحال عادين نلقاو اللي هي 50.24 اش سنتيمتر مربع مزيان يعني هذه المساحه هذه نتاع الكولوري مساحة الجزء الملون تساوي ستة وتسعين ناقص خمسين فاصله أربعة وعشرين، شحال تساوي؟ نقينا تساوي خمسة وربعين فاصله ستة وسبعين أش سنتيمتر مربع، هذه هي المساحة. هاد تمرين هذا اللي هو التمرين الرابع يعني اكزيرسيس نيميرو ستة وسبعين سنتيمتر مربع لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد المرجو وضع تعليقاتكم والضغط على زر الاعجاب نتمنى ان تكونوا قد قضيتم معنا دقائق جميله وقد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته